في زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان لم يأتي ليتفاوض أو ليتحاور أو ليقدم مشورة أو رؤية. ما زالت إيران تتعامل بسياسة الإملاءات مع لبنان والسياسيين اللبنانيين. مخاطر هذه السياسة هتضيع لبنان. هي لبنان، هي إيران بتعمل إيه؟ إيران بتحاول إنها فجأة تطلع تقول أنا معايا رأس نووي. مطلوب العالم وأمريكا وإسرائيل يتشغلوا بحروب مع وكالاتها لحين أن تنتهي، وبدوا يسربوا إنهم عملوا تفجير نووي في الصحراء وينفوا وهكذا. فده ده الموضوع. الموضوع إن هو لبنان رافعة لتحقيق إما استنزاف لإسرائيل أو إحراج إسرائيل أو إنها تشغل أمريكا بحشد قواتها في المنطقة دي بدل من التحضير لضرب اتجاه ضد البرنامج النووي لإيران. مقدم قدوم رئيس وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان ليقول أنا مع المفتاح، أنا من أهدئ وأنا من أصعد، وبالتالي إذا أردتم أن تتفاوضوا فأنا الموجودة. لذلك وجدنا تعتقد بصحة هذا القول دكتور منذر أنه إيران هي التي تمتلك المفتاح في هذه الحرب؟ بل أنا واثق حقيقة، مش أنه أمتلك، لأنه إيران لا تزال تدعم من تحت وعلنا وسرا تدعم هذا المحور. والآن من يدير المعركة في لبنان هم كما يقال وتسرب وسائل الإعلام الغربية أنه جزء من الحرس الثوري وفيلق القدس، وبالتالي الآن إدارة المعركة تتم بشكل جماعي.